حسني مبارك أيقونة الغدر العربي. أي أنا شايف بصراحة الصورة سودة، قد تطلع تحليلات لا مش سودة، لكن أنا بقول لكم راجل عندي سابق خبرة في هذا. الصورة مخيفة، وما كناش نتدارك الموضوع ده ونتحرك بسرعة رهيبة، لن يكون لنا كيان وحنبقى جثث هامدة وحنتبهدل. عشان كده أنا بنادي كمان مرة وأكرر ندائي للرئيس صدام، وأكرر ندائي وأطلب من الأمة العربية أن تستجيب لعقد قمة عربية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة لعلنا نصل إلى حل. صمت دهرا وتكلمت كفرا. البرادعي فاء مسؤول عن غزو العراق. أيوه مسؤول عن غزو العراق، ودم مليون عراقي في رقبتك. حين تكلم المصري محمد البرادعي شريك حسني مبارك في تدمير العراق وتزييف الحقائق، ويكشف مفاجأة في كتاب أصدره باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان سنوات الخداع، أكد فيه أنه لم يكن المحرك الأساسي للحرب على العراق وإنما الرئيس السابق حسني مبارك. الواقع الحقيقي أن كل القوات دي خرجت من الدول العربية. الواقع الحقيقي أنا حاولت مثلا يعني مع الرئيس مبارك في هذا الوقت، اتصلت به، وكنت مرحوم عمر سليمان كذلك، اتصلوا بالعراقيين. ده ما كانش وظيفتي، إنما كمصري كعربي كحريص على إن ما يحصلش دولة تدمر، اتصلوا بصدام حسين، اتصلوا برئيس المخابرات العراقية. الرد كان من عمر سليمان، أنا هتصل برئيس المخابرات، مش فاكر نسيت اسمه. الرئيس مبارك كان دايما يقول إن صدام حسين ضحك عليه، وده حقيقة سنة 91 لما قال له ما تقلقش، وبعدها أظن بأسبوع دخل الكويت. وبعدين كذلك قال لي برضو إن إحنا عندنا معلوماتنا إنه عندهم أسلحة بيولوجية في المدافع. فهو الذي ساند وبقوة إدارة جورج بوش الإبن، لأنه كان يحمل ضغينة للرئيس صدام. وذكر البرادعي أنه طلب من مبارك قبيل الحرب على العراق التدخل لإقناع الرئيس العراقي بالتعاون الحقيقي مع مفتشي الوكالة والأمم المتحدة، فأجابه بقوله لا تقلق كل شيء على ما يرام. ولكنه سرب بعد ذلك أخباراً للأمريكيين مفادها أن الرئيس صدام حسين يخبئ أسلحة بيولوجية في المقابر، وهو ما تسبب في اندلاع الحرب عام 2003. وأضاف البرادعي أن مبارك حاول استثمار غزو العراق للكويت ليخرج من أزمته الاقتصادية آنذاك، بعدما فشل في الحصول على مساعدات من دول الخليج، مبينا أنه حصل على أكثر من 12 مليار دولار من حكام محافظة الكويت، وذلك مقابل موقفه وتحريضه ضد العراق. لا، أولا حسني، واللي مهد لهذا المجيء بمعلومات مزورة واستخدم ثقل مصر المعنوي لهذه الفعلة الإجرامية هو حسن. وسهل والمهمة لبوش أن يجي هو صهيوني يرتكبون جريمتهم ضد شعب العراق. وما جرى في مؤتمر القمة في القاهرة عام 1990 كان تحريضاً واضحاً على العراق وتدعيماً للحل العسكري في الكويت. ثم الغزو، وقد خرجت معلومة ارتباط العراق بالقاعدة لأول مرة من داخل أقبية سجون المخابرات المصرية في ظل رئاسة اللواء عمر سليمان له، وقد أوصلها الأخير بدوره إلى الإدارة الأمريكية، والتي رحبت بها ووجدت فيها مبررا لبدء عملية الغزو. ويتساءل الشعب العراقي إلى فرعون مصر حسني مبارك وحاشيته، ونقول له ما الذي استفدتم من ضرب العراق وتدميره سوى ضعف وانهيار ودمار للمنظومة العربية وضياع القوة العسكرية التي كنتم تتحدون بها العالم، والتي كانت متمثلة بالجيش العراقي البطل؟
كما أضعتم قضية العرب الأولى وهي فلسطين، وفرطتم بأحقية الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه بعد أن كان العراق المتمسك الوحيد بها وقد اعتبرها قضيته المركزية الأولى. سقط العراق فريسة 33 دولة، وأنتم من تلك الدول التي شاركتم بغزو العراق. فسقط حامي عرين الأسود واقفا مضحيا، وتساقطتم من بعده كأوراق الخريف أو كنعاج افترستها الذئاب. سقط العراق وهو يقاتل المحتل وجبروته وأذنابه وعملائه من أمثالكم، وسقطتم وأنتم تقاتلون شعوبكم بطغيانكم وظلمكم وعمالتكم. لقد أذلكم الله في الدنيا، ونسأله أن يذلكم في الآخرة، لأنكم تسببتم بقتل عشرات الآلاف من العراقيين الأبرياء، ودمرتم تاريخ وحضارة بلد على أيدي الأوباش الأمريكان. فكيف سيسجل التاريخ صفحات العار لكم وأنتم أصبحتم قدوة النذالة والخيانة والعمالة؟ خسئتم وأنتم تبيعون العراق مقابل 12 مليار دولار، والعراق مثخن بالجراح ويئن تحت ظلم كل احتلالات الدول وتمدداتها، يفكر أن يدفع استحقاقات المصريين العاملين بالعراق سابقا. هذا هو الفرق بيننا وبينكم، بين من يعيش شامخا ويموت مرفوع الرأس، وبين من يعيش ظالما خائنا لشعبه ودينه وأمته ويموت ذليلا خاسئا. وكان قد شن البرادع هجوما على إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، ودعا إلى فتح المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في حرب لم يكن لها داع في العراق، والقيام بعملية تشويه قبل شن الحرب ضد بغداد بالإدعاء بملكية العراق لأسلحة دمار شامل، رغم أن الأدلة التي جمعها البرادعي والمفتشون الدوليون الآخرون لم تثبت ذلك. ونستغرب خروج الصامت عن الحق الأخرس البرادعي، ونقول له: لماذا نطقت اليوم؟ وهل كلمات الحق تحتاج أن تصمت دهرا لتكون شاهد زور على استباحة العراق وتدميره؟ ثم لتفاجئنا باعترافاتك التي تمثل شعورك بالذنب بعد 16 عاما من الاحتلال والقتل والتدمير، وأصبحت تحدثنا عن سنين الخداع. فلتعلم أن الخدعة الكبرى هي وجودك على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأنك كاذب وعميل وأحد أذناب وأدوات بوش الذليلة. تريد أن يكون ضميرك مرتاح بعد ماذا؟ بعد القتل والدمار وانتهاك الكرامات وضياع العراق، بعد حصار دام 12 عاما من الجوع والمرض والعوز والميليشيات التي استباحت كل أرض العراق. تحدثوننا عن أحلامكم في عالم خالي من الصراعات، وأنتم أدوات الخداع في تدمير الشعوب واستباحة البلدان. ونتمنى في أقل تقدير أن لا تكون نهايتك أقل بؤسا وذلا من نهاية فرعونكم مبارك.